مرحبا للجميع، يسعد اوقاتكم يا رب اصدقائي. بهذا الفيديو بدي احكي على اذا شخص بده يجي على هولندا وحاطط بباله مده معينه ليحصل على بيت اقامه ولم شمل. طيب شو هي المده؟ كثير متابعين رسالتنا انه قد ايش صار هلا المده لحتى واحد يحصل على هالثلاث شغلات المفروض، بيت واقامه ولم شمل اذا بده يعمل لم شمل. فاصدقائي بدكم تحطوا ببالكم، اوكي؟ طبعا اقصى حد انا عم بقول، بس لا تاخذوا على كلامي، فيكم تقولوا بين سنتين لسنتين ونص اذا صار في تاخير. نحن الواحد لازم يجي لهون يحط بباله هاي الفتره. ما بيصير انه هلا شبه مستحيل تصير انه بسنه واقل من سنه، انه اقل من سنه تحصلوا على بيت واقامه بلم شمل، هاي شبه مستحيل. طبعا انا كان بتمنى اقل من سنه الكل، الله يوفق الجميع، بس عن جد صعب لانه هلا صار في أزمة، ضغط، صار في أعداء هائلة، كثير ناس بالانتظار، بيوت ما في، في ضغط على المنازل. يعني بدكم تحسبوا حسابكم بين السنتين والسنتين ونص كأقصى حد، أنتوا لازم تحطوا هالعدد، بس إن شاء الله قبل، يعني لا تاخذوا على حكي أصدقائي. ممكن بسنة ونص، سنة وست شهور وسبعة شهور، ثمان شهور، ممكن تحصلوا على لنفرض إقامة وبيت ولم شمل مثالاً. انا عم بقول هيك، فهي الفتره لو انتم بتعرفوا انه صار في قرار جديد 15 شهر. طيب في اشخاص قالت لي ال 15 شهر بس للاقامه ولا كمان لم الشمل ولا بعده لم الشمل على حاله؟ ما بتعرف انه لم الشمل طلع قرار انه صار كمان 15 شهر، يعني هون 15 شهر للاقامه وهون 15 شهر للم الشمل. اوكي اصدقائي، بس هذا كحد اقصى لدرس الملف بس ممكن اقل، يعني مو بالضروره تستنوا 15 هون و15 هون و30 مستحيل هالشيء. اوكي اصدقائي، اهي مثقف. فأنا هذا الفيديو لحتى انتم تطمنوا وتريحوا بالكم شوي، انه مثلا خلال سنه اقل من سنه تحصلوا على هالثلاث شغلات. يعني انا بتمنى، بس هذا شبه مستحيل. لهون بيكون خلص الفيديو اصدقائي. شغله كثير مهمه انه انتم فتره انتظار البيت واللم الشمل والإقامة، ادرسوا أصدقائي، ادرسوا اللغة، نصيحة مني لكم، ادرسوا اللغة وادرسوا الشهادة السواقة، يعني عملوا النظري، عملوا النظري، ادرسوا النظري. إذا قدرتوا تعملوا فحص النظري بالسي بي آر تبع الشهادة تبع السواقة، عملوه أصدقائي، وأنتم بالكم ما بيأثر، استفيدوا. يسعد لي أوقاتكم يا رب. إذا أول مرة بتشوفنا لا تنسى اللايك للفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن أصدقائي، لأنه في كتير ناس ما عم تشوف هذا الفيديو، فمن خلالك ممكن نشوف. اشترك بالقناة، فعل زر الجرس، وبدنا نوصل هذا أو القناة ل 5000 مشترك إن شاء الله بوجودكم أصدقائي. بحبكم كتير وباي باي.